صباح الخير وكل المحبة لكل اللي عم بيرافقنا بهالصباح. وصلنا معكم لفقرة فنجان قهوة وتوبس بشكل مرئي على صفحة روزن الرسمية على فيسبوك. بدعو كل الأصدقاء اللي بيناسب وقتهم ينضموا لنا ويتابعونا. نحن صرنا معكم بالبث المرئي على صفحة روزن الرسمية على فيسبوك، والكل مدعو ليتابعنا بهذا اللقاء الصباحي اللي بيجمعنا مع فنان سوري من النرويج. دائما كانت لغة الفن لغة فريدة، هي إبداع من نوع خاص، تعبير لمشاعر الفنان بطريقته الخاصة، فيها الكثير من الحب، كثير من الجرأة، الانتقاد، الفرح، الحزن، كثير من التعبير اللي ممكن نعيشها، نقولها، نحسها، لكن بطريقته الخاصة بيعبر عنا كلنا بكل لوحة من لوحاته. كل الأفكار ممكن تخطر على بالنا كيف ممكن تعيش و تتجانس بلوحة من اللوحات أو بطريقة إبداعية بتظهر بمجسم بتخطيط معين. كل المشاعر اللي ممكن تخطر بالبال تعبر عنها لغة الفن بطريقتها الخاصة وبتسمية خاصة، حتى دائما تتمازج مع روح الفنان. بهالصباح بيسعدنا يكون معنا الفنان السوري ماريو قلعجي. ماريو قلعجي فنان سوري مقيم بالنرويج، سعيدين نستضيفه بهذا الصباح على هو راديو روزانا. قبل ما نستعرض هذا اللقاء خلونا نستعرض بعض الصور من رسم الفنان، هي متجانسة بطريقة مختلفة، فيها شيء من الفن التشكيلي، لوحات أخرى أيضا رح نحاول نشوف المقارنات بين صور رسم لأشخاص حقيقيين وكيف كان عم بيحاول ينقل أدق التفاصيل بطريقته الخاصة. نحن نستعرض نحن حاليا هاي مجموعة من الصور، عم نشوف للي عم يسمعنا مجموعة من الصور لصورة عائلية عم تجمعه كيف ارتسمت بالألوان وحاول ينقل الفنان اللي كتير من الملامح الحقيقية. نحن ناطرين ينضم لنا ويكون موجود معنا كمان هو ليخبرنا أكثر عن هذا الفن وعن رحلته الفنية وشغفه وكيف بيعبر عن الكتير من الأفكار بهاي اللوحات. الشباب انه الاستاذ ماريو صار موجود معنا. صباح الخير لك استاذ ماريو، انا سعيده تكون موجود معنا اليوم على هو راديو روزانا. خير واهلا وسهلا فيكم، بس من شوي كان اختفى الصوت من عندك ما بعرف ليش. هلا الصوت صار واضح؟ ايه كويس ممتاز. هلا كثير منيح. نحن استعرضنا جزء هيك صغير من لوحات حضرتك لحتى تكون جاهز معنا، فحابين بداية نقول لك صباح الخير. اليوم فنجان قهوتك رح يكون عبر الأونلاين بهذا اللقاء، فبتمنى يكون صباح رايق. صباح الخير لك ولكل المستمعين والمشاهدين بكل بلاد العالم. الله يسعد صباحك يا رب. أستاذ ماريو، يعني نحن عم نستعرض عدد من اللوحات، في كنت عم أقول صباحا أنه الفنان بيعبر عن كتير من القضايا والكتير من الأحاسيس بطريقته الخاصة. إذا بدنا نسأل حضرتك كيف أنت بتعبر عن أي إحساس بتحسه، عن أي قضية بتحب تعالجها، شو أول شيء بيخطر على بالك تقوم فيه؟ يعني من حيث الفكرة ولا من حيث الأدوات؟ يعني الفكرة أصلي. والأدوات، يعني حضرتك مو بس، لأنه أنت مو بس بترسم، أنت كمان جرافيك ديزاينر، أنت كمان خطاط، فهذا التجانس، وحتى في عندك يعني كتير من الأعمال الفنية والمشاريع الفنية اللي بتتجانس كلها مع بعضها، لكن بعتقد يمكن أنت أقرب للرسم. بالضبط، يعني هو بالسنوات العشر الأخيرة يعني كان شغلي فقط بالرسم، الرسم وبعض الأعمال اليدوية يعني مثل الحفر على الخشب أو الأشياء يعني، بس الرسم كان له الحيز الأكبر يعني. طب كيف النمط اللي بتحب أنك ترسم فيه؟ يعني نحن استعرضنا بعض اللوحات وبنحب منك يعني كيف بتعيش مع اللوحة، مع الفكرة، كيف بتعبر عنها؟ حالياً هو بصراحة أكثر شيء أنا
بحب أرسم البورتريه يعني الصورة الشخصية، وفي الأوقات يعني في نص وقتي تقريبا ممكن أشتغل بالنوع الرسم الثاني، التجريد أو الأبستراكت اللي بسموه. يعني بصراحة ما عندي شيء محدد أحكي لك إياه إلا إذا كان في هيك لوحة أمامي. هو بصراحة يعني اللقاء كان شوي مفاجئ، لأنه أنا عندي معرض وأغلب لوحاتي هي في المعرض حاليا، وافتتاحه راح يكون بكرة، فهذا كتير حلو السبب انه تحكي لنا عنه، كيف التحضيرات عم بتكون، خاصة انك انت موجود يعني بالنرويج، فممكن يكون كمان تأثر مزاجك او الفن اللي بترسم فيه وطريقتك كمان بالبلد المقيم فيه، يعني هي بلد جميلة جدا. أكيد أكيد طبعا. يعني شعرت طبعا بالسنين الأخيرة اللي عشتها بالنرويج إنه فعلا تبدل مزاجي من الشوي اللي فيه بعض الستريس أحيانا، لأكثر هيك راحة وأكثر جمالية، والتعامل حتى مع الألوان تبعي تغيرت، يعني من ألوان قاسية إلى ألوان شفافة وفاتحة أكثر يعني من السابق، وهذا بتأثير الطبيعة الجميلة اللي بالنرويج والناس وطبيعة الناس الحلوة اليوم بالنرويج كمان. خبرنا أكثر عن المعرض وعدد اللوحات الموجودة وكيف الحماس لتحضيره. والله المعرض يعني هو كان انا عندي مجموعه لوحات جاهزه، ما كان في يعني صعوبه كثير بالتحضير، يعني كان موجوده، وباقي كم لوحه انهيتهم بالشهر الاخير، يعني كنت مبتدي فيهم من زمن طويل، وتحضيرات اعتياديه يعني ما في شيء، يعني هو ما في صعوبات كثير بهالمواضيع، لانه اللي بينظموا المعارض هن بيتولوا كل المسائل. جميل جدا، بدي يوصل لك سلامات كل الأصدقاء وخاصة ناصر، عم بيقول ماريو المتألق دائما صباح الخير. كمان يعني هيك أمني وصل هذا السلام، سلام خاص لحضرتك. شكرا لك، شكرا لك وله، وتحياتي له ولكل عائلته اللي هن اهلي اللي بتركيا. كمان غادة بتصبح عليك، ومنير بيقول لك قديه صايرة عم تشبه الفنان محمود ياسين، شو رأيك؟ يا لطيف محمود ايه كويس، مو فريد شوقي. ما بعرف والله، انا هي اول مره يعني بنتبه، بجوز لانه عايش باوروبا ما حدا شبهني يعني لشخصيات عربيه، لانه ما معروفه هون في اوروبا. بس شكرا يعني، محمود ياسين من الممثلين المحترمين العميقين، يعني تشبيه مقبول حلو يعني. له صباح الخير من جديد لمنير. يعني حتى هو قدر يحضر اللوحة الخلفية لجودي وأحمد، عم يقلنا قديه. ايه هدول اللوحات اللي حذفها، عم يحذفون يعني، لا ما عم فهمت. يحذرهم، حذر مين الأشخاص الموجودين باللوحة؟ ايه هدول اللوحات هي جودي واحمد طبعا، اللي مثل اولادي هن طبعا. هدول من اللوحات اللي بقيوا هون ما اخذتهم على المعرض، هن لاصدقائي ولبعض الاشخاص اللي عم برسم لهم البورتريه، يعني هدول اللي بقيوا هون عندي بالاستوديو. طيب أستاذ ماريو، اليوم هو يوم النكتة العالمي، والكل بيقول إنه الضحك نحن بحاجته بحياتنا، وناصر عم بيقول لي إنه ماريو روحه مرحة. قديه الفنان لازم يكون روحه مرحة لحتى يكون مبدع، خاصة اللي بيرسم وبيشوف مناظر طبيعية بيكون حساس غالبا الفنان، لكن إنه يقدر يجمع بين الأحاسيس اللي ممكن تكون متناقضة والروح المرحة، كيف بتزبط معه؟ هلا هو بصراحة
يعني غالبا الفنانين روحهم ما كتير مريحة. ليه بقى؟ بيبقوا شوي يعني متقمصين شخصيات احيانا واقعيه واحيانا غير واقعيه مشان يعطوا هيك مثل برستيج لحالهم. ف يعني انا بتجربه علاقتي مع كثير فنانين سواء بالشرق او بالغرب يعني نادرا يكون الفنان مريح. يعني بجوز شيء له علاقة بطبيعة الفن والسباحة بعوالم الفن أحيانا يعني ما كتير دقيقة ومعروفة، فما بعرف يعني، بس هيك تجربتي يعني أنا. يعني أنت بتشوف حالك روحك مريحة مثل ما قال ناصر ولا لا؟ ايه طبعا، لانه انا احيانا ما كثير بحب تسميه فنان احيانا بسبب العقد اللي بشوفه عند كثير من الفنانين. يعني بحب اقول عن حالي احيانا رسام، بس يعني هيك يعني بسبب انه قلت لك الفنانين اغلبهم عندهم عقد، يمكن انا عندي ممكن يكون عندي عقد، بس على الغالب انا اقل عقدا من غيري. هيك انا بشوف حالي يعني. ممكن. طيب بما أنه يعني بتحب ترسم وبترسم الأشخاص، فكيف بيكون هيك تعليقهم بعد ما بيشوفوا لوحتهم بالغالب؟ والله في أنا عندي إحدى الزبونات يعني وهي صديقة كمان يعني لم وتكررت هاي الحادثة، بس هي بالذات لما بتشوف أحيانا لوحات اللي برسم لها إياهن بتوقف وبتبكي. أوه ليه؟ ما بعرف بشدة الشوق يعني، أنا برسم بدقة يعني كويسة تقريبا باعتراف طبعا زبائني مو أنا فقط، فأكثر من زبون وقفوا امام اللوحات وبالذات النساء يعني وبكيوا. فهيك هي التعابير اللي قدرت اخذها من بعض زباني واصدقائي اللي رسمتهم كمان. كثير جميل انه يكون في هذا الاحساس، يعني انا عم شوف الصور والجميل انك حاطط مقارناتهم، يعني الصوره هن اللي مصورينها او هن عليها والصورة المرسومة، حتى تطابق الألوان بالفرشاة عم بيكون هيك متجانس كتير. يعني قد ايه تقريبا ممكن تاخذ منك اللوحة لحتى تجهزها؟ يعني هو كعمل فعلي يعني ممكن تاخذ يومين كعمل 8 ساعات يعني، بس احيانا البورتري يعني ممكن أخليه عندي أسبوعين، لأنه كل يوم ممكن ألاقي فيها شيء غلطة أصلحها أو شيء ناقص أو شيء هيك أضيفه يعني، فممكن تأخذ أسبوعين مع البورتري، بس كعمل فعلي مثل ما قلت لك حوالي 16 ساعة يعني يومين عمل. جميلة جدا. يعني غالبا بتاخذ صور منها للوحة اللي صورتها، أو بعد ما بتكون يعني هاي الفترة الزمنية بتكون تعلقت بعدد من الصور، ولا لا ما بتحب تحتفظ بصورة يعني تصوير للصورة اللي رسمتها إذا كانت لحد أكيد معي؟ أكيد بحتفظ بكل الصور اللي رسمتهم بالذات من 10 سنوات لهلا. هلا في قبل ما كتير في منهم ضايعين، بس غالبا انا مهتم انه يعني احتفظ بصور لهم، لانه في بصراحه في رسمت شغلات لما كنت بدبي ومنعوني اصحابها من تصويرها لانه كان باماكن مسؤولين يعني، فمنعوني من تصويرها نتيجه بعض القوانين اللي عندهم يعني. نعم. في منى فريج بتقول لك اول شيء صباح الخير، او بتقول لك ناقص البورتريه اللي الي. الحقيقه الحق معها، بس يعني انا مقصر بحقها الحقيقه، هي الصديقه منى والاخت العزيزه منى
صديقة عزيزة، وأنا بس ظرفي بالفترة هاي الأخيرة ما كان كتير منيح، لأنه وبديت في لوحتها أنا بس ما قدرت أكمل بسبب ظروفي يعني. حتى يعني غادة عم تطلب إنه تحط ماريو، ممكن تحط لوحتنا. اي هن هدول هن دائما موجودين، هن دائما في قلبي وموجودين دائما بالاستوديو تبعي، ولو انه هن عم بيطلبوا من اكثر من سنه عم بيطلبوا انه ابعث لهم اياهم او اجي وانا محمل فيهم يعني. إن شاء الله بتلتقوا بخير أستاذ ماريو. وكمان ناصر حابب تحكي لنا عن زمن الرسم يلي كان يكون بالسينما. ما فهمت السؤال عفوا. ناصر عم بيقول لو بيحكي لنا ماريو شوي عن زمن الرسم يلي كان يكون بالسينما، بعتقد كان السؤال. زمن الرسم أفيشات السينما. افيشات السينما يعني انا وقت اشتغلت فيهم تقريبا بال 91 92 تقريبا، اشتغلت بعض ما كتير طبعا لفترة قصيرة يعني، لأنه كان أجورهم في سوريا كانت أجور سيئة، بالذات بعد ما طلعت المطابع الكبيرة دخلت على سوريا بهداك الزمن المطابع الكبيرة، فصاروا يستبدلوهم بالطباعة أكثر من الرسم، فلذلك ما قدرت أستمر فيه. كمان يعني في مو فيلم، صح فهمت، عفوا مو صح فهمت السؤال. هلا هو بده يخبرنا اذا هيك يعني، بس بتوقع انه هذا هو. طيب يعني كمان من خلال وجودك بالنرويج، خلينا نقول قد ما كانت الانسان روحه مرحب، بتمرق عليه لحظات بحس انه هذا البلد ما بيحمل كتير ذاكرة عنه. وكان يعني في فيلم حول هذا الموضوع، هو عنك، عن التحدي، عن الغربة، عن الهجرة حتى. تخبرنا أكثر عن الفيلم، نحن رح نستعرضه بس بدون صوت، مقطع صغير منه. هلا هو هذا على فكرة الصوت مو له يعني مو تماما للفيلم، بس هذا المخرج هو كوني انا من خلفية عربية، هو اصلا الفيلم ما فيه بظن موسيقى او شيء غناء عربي، بس هيك عمل لي اياه هدية، انه هي اول مرحلة في تصوير فيلم وثائقي يعني عن حياة فنانين مهاجرين، من بيناتهم انا طبعا، في واحد موسيقي كمان راح يكون بالفيلم. ف يعني هي كانت بداية اول بروفات تصوير. بس معلش تعيدي السؤال. أنا كنت بس بدي أحكي لنا عن فكرة الفيلم، عن هي المشاعر اللي بعبر عنها، خاصة إنه هو يعني العزلة والتحدي تقريبا، كان عم يحكي ايوه عن الهجرة اللي الإنسان بيكون يعني ببلد جديد عليه، عم يبلش بمجتمع جديد ومختلف بثقافيا لحد كتير كبير. هو هذا مش يعني هلا بجاوبك فيه حتى عن السؤال تبع المرح. هو مطلوب بهذا الفيلم كان شخصيتين فنانين من مهاجرين، واحد يعاني من العزلة والاكتئاب والمشاكل كتير محيطة فيه وعدم اندماجه بالمجتمع الجديد، وواحد تاني اللي هو أنا هو المندمج والمتفائل يعني والمقبل على الحياة وعنده مشاريع كتير بدي يعملها، واللي هو قلت لك أنا يعني. فهو كان الفيلم هو عرض لحالتين نقيضتين، هاي قصة الفيلم بالضبط. وهذا يمكن كمان هو بيكون ملهم لكل إنسان ببلش بداية جديدة بحياته، والخطوات اللي لازم كمان تكون مرافقة لهي الخطوة بعد ما أخذ القرار فيها. أستاذ ماريو، راح أتمنى لك كتير التوفيق بكرة بالمعرض، وبنتمنى إنه يعني نكون على تواصل دائما لحتى نعرف كل التطورات. نحن هلأ عم نستعرض، رح نستعرض هيك مقاطع صغيرة من الفيلم اللي بتظهر فيها وانت عم ترسم وقدامك البحر. أيوة أي شكرا لك، شكرا لك يا ستي، وشكرا للي تحملونا بهالوقت
القصير بالحكي اللي حكيناه، وإن شاء الله أكون حكيت كل شيء مطلوب مني يعني، أو كل شيء الناس ممكن حدا يحب يسمعه، أو إن شاء الله يكون الفيلم مثل ما بتقولي إنه يكون إيحاء لناس يدعوهم للتفاؤل والحياة. إن شاء الله، أنا متأكدة من هذا الشيء. شكرا كثير لحضرتك أستاذ ماريو قلعجي، الرسام السوري مثل ما بتحب دائما أنه تنادى. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا. شكرا لك من جديد، وصباح الخير أكيد لكل يلي رافقونا بهالصباح، يعطيكم كل العافية. تابعونا بهوا راديو روزنا على تردد الـ FM 98.5 بغازي عنتاب جنوب تركيا، على 102.7 بشمال سوريا عزاز وسج ومخيمات السلامة، وين ما كنتوا عبر تطبيق راديو روزنا وموقعنا روزنا.fm.